السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم بغيت ندير الحلوه ديال البهله، وقلت علاش لا ما نتشاركاش معكم. كما كتشوفوا هنا، يعني عندي مقادير. هنا عندي 375 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، يعني رطبه. هنا عندي معلقه ديال السمن الحار، ماشي حار بزاف، انا عندي السمن العادي. انا غادي نوري بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا السمن اللي كنستعمل، يعني هذا اللي استعملت، سمن بقري حليب طبيعي، هذا اللي كاين. ما حارش بزاف ولكن فيه ديك النسمه. عندي معلقه كبيره تاع القرفه، عندي كيلو ونص تاع الدقيق. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش هاد الكميه الكثيره يقدروا يلقصوا، ولكن حيت انا عندي واحد المناسبه هذاك الشيء باش بغيت نضاعف المقادير ضعفتهم. بالنسبه لكم نتوما تقدروا يعني تقسموا المقادير على جوج، ودايره فيها واحد القبصه ديال الملحه. هنا عندي 350 غرام تاع اللوز اللي محمر ومطحون، يعني ما مطحونش بزاف كما كتشوفوا، يعني راه باقي فيه هكا طريفات، يعني مهرمش ما مطحونش. عندي 150 غرام تاع الزنجلان، حتى هو اللي محمر ومطحون غير واحد الشويه كتشوفوا. وعندي 4 الاكياس ديال الخميره من فئه 8 غرام. وعندي 375 غرام تاع السكر. عندي 600 مليلتر تاع الزيت، يعني 600 تاع الزيت. غادي ندوزو للمقادير. بالنسبه لهاد البهله غادي نوريكم يعني الطاوله اللي غادي نديرها فيها. هذه هي الطاوله اللي غادي نديرها فيها ان شاء الله، يعني الطاوله ديالها اللي كتكون عباره على هاد ليبول هكا خارجين. غادي ندوز للطريقه. ربما الطريقه يعني كاين اللي ما باقي ما عرفهاش بالنسبه للخدمه ديال البهله، لانه كما تنعرفوا الحلوه ديال البهله كاين اللي كيخليها تبات باش يلاه كتشقق ليه. بسم الله. عندي واحد الطريقه سهله جدا. نزيد الزبده، نزيد القرفة، غادي نزيد السمن، غادي نحاول ما أمكن نخلط الزبدة مع الدقيق. غادي نبدا نزيد الزيت شويه بشويه وانا تنخلط. يعني عندي هاد الاناء صغير شويه على الكميه ديال الدقيق. غادي نحاول شويه بشويه حتى كنخلط.
غادي نزيد الدقيق السكر عفوا غادي نزيد اكياس ديال الخميره كنحاول نخلط الدقيق مع الزيت والزبده باش ينسجموا مليح باش ندوز للعمليه الثانيه دابا غادي نخليو اللوز والزنجله حتى الاخر يعني العمليه ما هو متعارف عليه يعني في البهله انه كدوزوها يا اما كدوزوها من الحكاكه عندي واحد الطريقه اخرى اللي جربتها بها وصدقات صراحه تجي بها واعره هي هاد الماكينه ديال المطيشه يعني كتجي بها الصراحه رائعه كندير شويه بشويه كما كتشوفوا باش نوري انا غادي ندير هذه العمليه هكا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش وكنخرجها شفتوا كي كتخرج منها مدلوكه غادي نستمر على هذه الطريقه ان شاء الله تنكملها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد يعني هاد الاله ديال الطحين ديال المطيشه غادي يستعملوا الحكاكه عادي او يقدروا يستعملوا لو بيترا الا عندهم يعني غير تسهيله للعمليه شوفوا كي كتجي مدلوكه غادي نستمر على هاد العمليه تنكمل العجين كله وغادي نرجع معكم ان شاء الله هاني ملي دوزتها من الحكاكه تاع مطيشه دابا غادي نزيد اللوز بسم الله غادي نزيد السمجبان بسم الله وصافي غادي نعاود نخلط ما زدناهمش في الاول لانه ما بغيناش يطحنوا خصهم يبقاو فيها هكا يعني مهرمشين وملي كتكال كنحسو باللوز هكا يعني كان سناكلوها والزنجلان يعني ما تيكونوش مطحونين مخلطين يعني ما باينينش يكونوا باينين
غادي نستمر على هذه الطريقه وان شاء الله نرجع معكم. ها هي ملي كملتها دابا شنو غادي ندير؟ غادي نهز واحد البلاستيكه باش ما تيبش ليا، لان ما خصهاش نشف من الزيت والا غادي تعذبني في الخدمه. غادي ندير واحد الكميه هكا كي كنسد عليها، ودابا غادي ندوز باش نكور. ضروري من هذه العمليه ديال الكليك هاني كملت الطوال الاولى كما كتشوفوا. واحد السر البنات اخر باش كتجي مشققه، كنهزو الماء وكنزيدوه كنزيدوه في يعني بين هاد ماشي بزاف غير واحد شويه،
هذاك البخار البنات هو اللي كي يساعدها على تشقق ريح الشمني. هي ديما انا ديما كنصوبها وكتجيني زوينه يعني بلا تصوير. صراحة بعض المرات ملي كتبغي الحاجة تصدق ليك ما كتصدقش. ان شاء الله غادي تصدق. يعني هذه الطريقة باش كنطيبها، يعني كندير فيها الماء كما كتشوفوا، كندير الماء بين هكا. ودابا غادي نشغل الفران من الفوق وغادي نخليها تشقق من الفوق باش نردها لتحت ان شاء الله. وهانتوما معايا، ها هي كما كتشوفوا بعد ما خرجتها من الفران هي باقية سخونة، هانتوما مشققة غزالة وريحتها يا سلام. هي واحد الطاوله اخرى، هي كتشوفوا الشقاق اللي فيها. غادي نخليها تبرد باش نديرها في طبق التقديم النهائي، وان شاء الله غادي نرجع معكم. ها هي في التقديم النهائي كما كتشوفوا، نقرب لكم الصورة أكثر، يعني بلا ما تبات بلا ما يعني ما خليتهاش بزاف، راه كيما شتو يلاه يعني خلطتها وصافي وبديت كنكور فيها. وباقي الخرينات اللي جايين راه ما شاء الله راه حتى هما مشققين اكثر من هادي، يعني باقيين سخان ما نقدرش نقيسهم باش نحطهم. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، لأنها فعلا حلوة لذيذة جدا وكتستحق التجربة وما فيهاش بزاف ديال الصعوبات. ومن هنا الوصفة أخرى، تنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.